بالرغم من ان البيت هو اكتر مكان واقعي جدا وعملي جدا وحقيقي كده، الا ان في مبالغات بتتقال عن البيوت غريبه قوي. ليه بنيجي عند البيت وبنافور كده؟ اول ما بتيجي سيره البيت تحس ان في حكمه او موعظه لازم تترمي في المنطقه دي. يعني ما تفهميش لما تقولي بيت لازم بعدها ايه البيت مصمصه كده، فبعد البيت ويديها قول مقصود. من اول ما الام بتجهز بنتها وبتحضرها انها تستقل بحياتها تقول لها بص يا بنتي بيتك ده مملكتك. مملكتك ليه يا امي؟ دول هم اوضتين وصاله وايجار جديد بعقد 3 سنين بالعافيه والثلاجه عليها اقساط، فين المملكه في الموضوع؟ ونرجع بقى نلوم العرايس لما يجيبوا شبشب فار وكعب عالي وروب ستان مطرز وكرسي هزاز، ما هم اللي بيسمعوه يا عيني. مملكه يقول لك كده بقى وهو بيتمطع، يا سلام الواحد ما بيرتاحش غير في بيته. جربتي حضرتك الرويال سويت اللي في الفور سيزونز وما ارتحتيش؟ هل التكييف كان بينقط مثلا؟ السرير كان محجر؟ لا مش فاهميني ايه اللي ما بيرتاحش غير في بيتي. ليه الحاجات بتاخد حجم اكبر من حجمها في منطقه البيوت دي؟ ما نقول الحقيقه زي ما هي. او مثلا عن الجيران يقول لك ايه صباح الخير يا جاري انت في حالك وانا في حالي. طب معلش ليه ندهته من الاول وقلت له صباح الخير وعشمته؟ اللي هو صباح الخير يا جاري يقول لك صباح النور يا استاذ علاء بابتسامه كده. طب انت قالب وشك تقول له بقول لك ايه انت في حالك وانا في حالي، اكمل الاول سيبه وامشي. الله الليل بعته دي. ماما برضو كان دايما تقول لنا كده سايبين البيت يضرب يقلب. ايوه انت كمان يضرب يقلب. يضرب مين ويقلب ايه؟ محدش عارف. هيفضل ده لغز ليوم القيامه. معظم العلماء عطلوا فيها دي. الفعلين مش ملمسين مع بعض في اي حاجه منطقيه. محدش يقدر يربط ما بين الضرب والقلب. بعدين لو البيت نص كركبه يبقى بيقلب بس لسه ما ضربش. انا مش فاهم. في البيوت برضو يقولك الخدم والحشم. ايه الحشم دول؟ يعني الخدم بيخدمونا، الحشم بيعملوا لنا ايه؟ الاكل مثلا. الاكل في المطاعم عادي مشوي مقلي حمر، انما في البيت لا. طنط بقى في العزومه تقولك لا احنا عاملين لك المحمر والمشمر. طب المحمر عارفينه، ايه المشمر ده؟ وليه مش بشوفه في اي منيو في ادخن مطعم؟ ليه المشمر ده بسمع عنه في عزومات البيت بس؟ علشان اوفر. مفيش مشمر حضرتك، ده في اكل البيت بس، ده مصطلح محير. ايوه يا فندم ممكن لو سمحت اطلب، انا عايز فرخه مشمره بس شمرها لي كويس لو سمحت، وقرص لي على التشمير عشان تشميره المره اللي فاتت كانت مش قد كده، اضطريت اشمرها تاني بنفسي. معقوله اللي ما عندوش اطفال مثلا في العادي بيقول انا ما عنديش اطفال؟ وغالبا بيبقى شخص سعيد وحر ومزقطط. يالله الراجل ده هو اول ما بيروح البيت ويقفل على نفسه الباب بالافواره تهبط عليه، يبقى فجاه ما عندوش لا عيل ولا تيل. تلاقيه بيقولها بتاثر كده، والله لا عندي لا عيل ولا تيل. هو اصلا ما بيطقش العيال ولا بيفكر في الخلفه ولا في الجواز. بس احب اطمنه ان حضرتك مش لوحدك، ما تخافش، مفيش حد في الدنيا عنده تيل. فانت زعلان ليه؟ زعلش قوي كده. حتى الاغاني بتاعتنا ما سلمتش من مبالغات البيوت. يعني عدينا بيت العز وحلم الاستاذ هاني شاكر بالبيت الصغير اللي للاسف اتحطم واتكسر، وعش العصفوره يقضينا، وعلى عش الحب وطير يا حمام، مرحله العيشه دي كلها خلاص. بس لما توصل بقى لطعم البيوت تبقى بعيده شويه. يعني بصراحه يعني انا مش فاهم ده بيبقى عامل ازاي. تحسه طعم عامل كده خشب على جبس على وبر سجاد، وانا ماليش سنان للكلام ده دلوقتي. انا اعرف طعم الخل، طعم الكباب، الجبنه المتبله، انما طعم البيوت شفتي في افواره. التراث برضو ملخبطنا شويه. يعني يقول لك البيت بيتي، تفرحي بقى وتقعدي وبتاع، فجاه يقول لك لا البيت بيت ابونا. الله ما تسيبونا في حته. برضو يقول لك ما هو لو وقع بيت ابوك خد لك منه قالب. ايه النداله دي؟ مش لسه كان البيت بيتي وفي يعني معقوله؟ او اللي يعوز البيت يحرم على الجامع. ليه كده؟ يعني البيت عايز فين ويبقى خلاص يحرم على الجامع؟ ليه المبالغه دي؟ ولا الجمله الشهيره بتاعت من خرج من داره اتقل مقداره. ده اسمه ايه ده بقى؟ دي مش افواره، ده افتره، ده تحريض على البطاله. طب بلاش اتفسح ولا اتعلم ولا اشتغل، موافق هقعد في البيت. حاضر. طب بس اروح اجيب فينو؟ يعني طب امشي رجلي بدل ما العضلات تضمر، هيتقل مقداري برضو، مفيش فايده. طب اي حاجه هيتقل مقداري ليه يا جماعه؟ هو في حظر تجول؟ في طوارئ؟ ايه الفكره؟ نفهم بس. بص مدام حضرتك مش هتخرجي تروحي مصلحه حكوميه، مش هتركبي مترو ولا ميكروباص، يبقى مش هيتقل مقدارك. انزلي من دارك عادي جدا.